عسلامة. عسلامة، يعطيكم العافية. مرحبا بك. أهلا فيكم. مواطن من الأردن. نعم. جيتنا لتونس في إطار عمل. نعم. صاحب وكالة أنباء إخبارية. نعم صحيح. لو تحكي لنا شوية. أول إشي بشكر الإخوان التونسيين على حسن الضيافة والاستقبال. صراحة المدينة جميلة، الاستقبال جميل، بدأ من المطار، كان الإجراءات مسهلة، ما فيها أي تعقيدات، المواصلات مؤمنة ولطيفة، المدينة نظيفة، والإخوان يعني التوانسة مرحبين بشكل كبير، والأسعار مقبولة ومتاحة للجميع، فهي مدينة يعني سياحية، الأجواء فيها جميلة، ويعني إحنا كعرب يعني ننبسط لما نشوف مدينة عربية بهذا التنظيم وهذا الجمال. فيعني متمنى دائما للإخوان التونسيين المزيد من التقدم والازدهار، وإن شاء الله يعني إن يعني بنوصي كل الإخوان العرب إنهم يزوروا تونس ويستمتعوا في جمال الطبيعة وفي طعام برضو جميل ولذيذ، ويعني صراحة يعني أعجبت يعني بالأداء التونسي في السياحة، وإن شاء الله أنه هاي كل مدننا العربية تكون هيك إن شاء الله. عايشك، يعطيك الصحة. قلت لنا جاي المؤتمر في تونس. نعم. قديش من نهار؟ احنا باقيين ليوم الاحد صباحا، ان شاء الله يوم الاحد صباحا راح نغادر، ومؤتمر بخص الامراض التنفسيه والامراض الصدريه، بيجتمع فيه مجموعه من الاطباء المختصين في الامراض الصدريه من كل دول الوطن العربي، ويعني كان دائما هذا المؤتمر يعني يعقد في القاهره، فحبينا انه هاي المره نستمتع بجمال الطبيعه في تونس. شنو هو الهدف من المؤتمر هذا؟ هذا المؤتمر الهدف منه تبادل الخبرات ما بين الأطباء في مختلف الدول العربية، وأيضا وضع التحديثات الطبية الحديثة على طاولة الحوار من أجل ما هو فائدة ومصلحة لبلداننا العربية. يعطيكم الصحة. قلنا باش نحكيوا شويه هكا في وجه الشبه بين الاردن وتونس في العادات والتقاليد، قلت لي فما شويه هكا. نعم، اولا يعني انا ما بحس حالي غريب، بحس حالي هون في وطني. الاخوان التونسيين توانسه مرحبين جدا، العلاقات الاردنيه التونسيه علاقات قويه جدا، يعني احنا ندخل تونس بدون فيزا، والاخوان التوانسه كمان بالمثل يدخلوا الاردن بدون فيزا، ويعني العلاقات قويه وعلى مستوى يعني القيادتين، القياده الاردنيه والقياده التونسيه، وعلى مستوى التبادل الثقافي والتبادل التجاري والتبادل السياحي، فيعني احنا ما بنحس بالغربه واحنا موجودين في تونس. اول مره تجي؟ اول مره. نعم. نعم. شنو أكثر حاجة هكا عجبتك ولفتت انتباهك في تونس؟ أول حاجة طبعا تونس الخضراء، فأكيد أكيد يعني الطبيعة الخضراء، والشغلة الثانية اللي عجبتني أكثر شيء اللي هو أنه الشعب يعني مرحب بالعرب، طريقة الاستقبال جميلة، الشعب دائما ضحوك وبشوش، فهي يعني بتعطي انطباع جميل عن المدينة، والمدينة يعني صدقا يعني جميلة جدا، يعني الهواء هيك بتحس الواحد بسبب الطبيعة الخضراء بتنفس هواء نقي، والطعام يعني طعام لذيذ، المطبخ التونسي مطبخ يعني جميل، جربت بعض الأكلات، وإن شاء الله إنه يعني هالأيام القادمة راح نشوف بقية مناطق مع الزملاء في المجموعة. كيفاش كان استقبالهم ليك في تونس؟ كان والله استقبال جميل، وصراحة كانت الإجراءات كلها سهلة، ومن ما دخلنا المطار حتى وصلنا للفندق والاستقبال كان ممتاز، إجراءات سهلة، ما كان في تأخير في المطار، وصدقا يعني من أروع المدن العربية اللي أنا زرتها. يعني أني هم الدول اللي زرتهم الأخرين؟ غالبا كل الدول العربية زرتها، بس في المغرب العربي من أكثر الدول اللي أعجبت فيها هي مدينة تونس. أنت المرة هذه جيت في إطار عمل، نتصور المرة الجاية تجي في إطار سياحة؟ أكيد راح أجي في إطار سياحة مع العائلة ومع الأولاد، ونشوف كل الأماكن، وممكن نطلع من تونس على مدينة أخرى ونقضي وقت أطول إن شاء الله بإذن الله ممكن في الصيف القادم. مرحبا بيك. عادة كي نمشي ونزور دولة أخرى فما حاجة هكا نتفاجئ بها، عادة من العادات والتقاليد المختلفة على دولتنا،
شنو أول حاجة لقيتها مختلفة سوي في الأكل ولا في الكليم ولا؟ ممكن إني لحتى هاي اللحظة ما تفاجأت لأنه حتى يعني ما أخذت وقت طويل حتى أكتشف كل إشي، لكن أنا يعني عم بلاحظ إنه يعني أنا كأني في عمان، يعني ما في شيء اختلف علي كثير. طبيعة الطعام، طبيعة الناس، طبيعة الـ يعني اللغة واللهجة مفهومة بشكل واضح، ما بتفاجئ، يعني بحس حالي إني في وطني. شنو هو الأكلات اللي عجبتك في تونس؟ والله أنا أكلت أكلات، أكلت السمك، يعني أكلت مرتين سمك كان يعني مطيب بطريقة جميلة ومطبوخ بطريقة جميلة، وأكلت يسموها العجاج، عجاج كوسكوس. نعم أكلت كوسكوس، لكن يعني لسه مع الوقت حنجرب بقية الطعام التونسي. شنو هو الطعام اللي تسمع به وما مازلت ما كليتوش؟ ايه عم بسمع انه في تونس يعني ملوخية. عم بسمع في تونس يعني ممكن ملوخ طاجين، ممكن طاجين طاجين، فممكن اليوم المساء نجربه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ملوخية تسمع بها؟ موجودة عندنا بمنطقتنا يعني تختلف، ممكن يعني انها تختلف طريقتها، لاني شفت طريقة عملها بطريقة مختلفة عنا في الأردن، فممكن نجربها، لكن حابين نجربوا طاجين اليوم ان شاء الله. الأكل الشعبي كليته ولا؟ نعم نعم نعم. عندنا طبق تونسي اسمه صحن تونسي. لا لسه ما جربته حتى هاي اللحظة. اليوم مديمك في تونس اسمك تجرب الطبق التونسي. اليوم نجربه ان شاء الله. كأنك ما جيتش لتونس كان ما تاكلش طبق تونسي. اليوم نجربه. اليوم ان شاء الله نجربه. فما اماكن هكايا زرتها في تونس ولا حد يكون العاصمه يعني؟ باقي لحد الان في العاصمه، يعني رحت المرسى ورحت سيدي بوسعيد ورحت البحيره، لكن بقيه المناطق اليوم ان شاء الله نكمل. عجبوك المناطق ولا؟ سورتو سيدي بوسعيد يظهر لي عجبتك على لا عجبتني كثير، الازرق والابيض والان نمشي المدينه بالعربي ان شاء الله. احلوه برشا المدينه العربي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. دونك مرحبا بك مره اخرى في تونس. نخلي لك كلمه الختام. اول شيء بشكر اخوان التوانسه على حسن الاستقبال وحسن الضيافه وعلى تسهيل الاجراءات لدخول السياح العرب، يعني اجراءات سهله وخفيفه وبسيطه والاسعار مقبوله للجميع والمدينه نظيفه، يعني فصراحه يعني من اهم الوجهات السياحيه في الوطن العربي هي مدينه تونس، واتمنى لكم مزيد من التقدم والتوفيق والنجاح. عايشك. شكرا.